ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس واشتركوا في قنوات عائله كوكي. دلوقتي بدانا في فيديو يعني بلعبه جديده اللي هي احنا يعني غمض العين التاني وهنجيب حاجه غاليه عليها غاليه على التاني، ولو تحطي يعني في واحده من الصندوق لو جت هنا الحاجه يعني نشوف دلوقتي. يلا هنلعب حجر ومقص، يلا اللي هيخسر. حاضر، حجر ورقه مقص. انا خسرت. يلا استخدمتي عينك كويس. ربطت اهو. يلا يلا خلاص. يلا اختاري. الحمد لله. الهن تشيلي يلا غمضي بقى. لف بالراحة. ماشي. شايفة؟ لا. متأكدة؟ خلاص. يلا خليه عايزك تشكش. نعم ضربة جامدة. اضربي. يلا انت عارفين اللي انا بحب اصور. الحمد لله نفسك. يلا انت بقى. الحمد لله ما كسرتهاش. يلا انت ده انا هحط لك حاجة عزيزة عليكي. اربط هنا. خد ايه هي فينها؟ ايه هي دي. شدي بقى ديني شعرك. هاتيها فوق بس وين شعرك. يعني يلا شايفه عينيا. لا يلا خلاص. خدي خرب بيتك شعرت الفم بتاعك. يا لهوي لكن مش هشتغل عشان انت بقى حطيت لي الكاميرا وانا كنت هكسرها. طب ده اتكسر اهو. اشتري واحد تاني. وبرده دي كانت خالية عليا. ودي برده كانت خالية عليا. ودي التالت برده. دي اخر. طب خلصي بقى. يلا. براحة براحة. براحة فعلا. براحة. ماشي. ورديني. تعرفي تحطي لي كاميرا التانية؟ اللي احنا بنحط فيها فيش الكهرباء. طب انت برضه حطيت لي الكاميرا وهي عزيزه عليا وانت عارفه ان انا بحب اصور. وريني. مش شايفه. قولي بقى انا مش شايفه. لو انا مش شايفه. شايفه خالص. عايزه اسمعك بتقول ايه. يلا
يلا هترمي بيتك اتكسر. يا لهوي بحب اتفرج على التلفزيون. تبيني احط لك حاجة عسيسة؟ خدي يلا. عمل ماشي يلا تلعب. يلا خلصت ماشي. شدي برضو حطيتين الريموت واتكسر اهو. حرام عليك وانت برضو حرام عليك ان انت تحطي ال بتاع التلفزيون. ماشي هبقى اعدلها. يلا غمض دماغ اضربك. ماشي بالراحه. بتعرفي براحة. حطي لي مونيكير كويس وانت برضه حطي لي الريموت. وريت عيني ثبت. يخرب بيتك بحب الساعات. اتكسرت اتكسرت يا ماما اهي. دشدشت باظت. الله يسامحك انا ما احط لك حاجه ثقيله اكتر منها تعملي تكسري لي الحاجات دي. ماشي انا بعرف. يلا هحط لك حاجات قد كده وعسيت عليك. يلا 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 خلاص. يا رب تتكسر. ودلوقتي خلصنا فكرة الفيديو. يا رب برضو تحطوا لايك. وبرضو لو عجبكم الفيديو اطلبوا مننا فيديوهات تانية وحاجات مختلفة. باي باي, باي.